راجع من التمرين وتعبان. لا هو برضك موقف جه دلوقتي، ما كابتن اسامه كان بيحكي على الماتش اللي هو بتاع 2-1، انا كنت صغير، كان عندي مثلا ماتش الكاس بتاع الكاس بتاع كابتن طاهر ابو زيد، انا اسامه فاكر متذكر كويس، اللي هو شاط الكوره جت في صدر كابتن حسين سيد، كابتن ايمن شوقي جاب الجون. انا كان 1-0 النادي الاهلي، وبعد كده الزمالك جاب 1-1. انا بعد 1-1 زعلت، رحت نمت وقعدت كده، كنت صغير وزعلان قوي. نمت برضو؟ كنت زعلان جدا، كنت زعلان جدا، انا اتفرج على الماتش من زمان وانا صغير. فزعلت جدا وقعدت بقى متضايق وخلاص، وقلت الماتش كده خلاص. صحيت بقى على الجون بقى 2-1. صحيت على الزعيق ولا صحيت على لما الناس فرقت؟ وقعدت اتنطط وبتاع، بس كانت لسه الموقف ده لسه يعني لكنه قدام امبارح. فلما كابتن اسامه حكاها افتكرت الاحداث يعني اللي كانت حصلت يعني. ابو ذكرياتك انت اكيد كان ماتش بتاعنا بتاع بعد بومفرير لما بتاعت الدوري، سنة الدوري وكانت الماتش كان صعب جدا، وكنا بنلعب لعبنا في المحله، وكان كابتن خطيب هو المشرف عام على 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 الكوره، وكان معانا، وكانت ظروف صعبه جدا، انت عارف احداث كنا رايحين نحتفل يعني. وبعد كده دخلنا لعبنا الماتش النهائي مع النادي الاسماعيلي في استاد القاهره، وكان 1-0 لينا، بعد كده جابوا 1-1، دخلنا اكسترا تايم، وبعد كده لعبنا ضربات جزاء وكسبنا البطوله. كانت بطوله صعبه جدا بالذات، كانت جايه بعد شوت ضربات جزاء ولا لا؟ لا ما شوتش كان جيلبرت، انا كنت بعد جيلبرت، بس جيلبرت ضيع، كان جيلبرت هو اللي شوط، وانا كنت بعد جيلبرت. انت كنت بعد جيلبرت بخلص يعني، قلت انت ساعتها الحمد لله. هو اصلا ضيعها وسام حسني اللي حط بدني قبليها، فكانت من اللقاءات اللي كانت صعبه. ضربات الجزاء ديت وركلات ترجيح انك تحدد بطوله بتبقى صعبه قوي يعني، بتبقى حتى مسؤوليه على اللعيب، الناس للاسف ما بتفتكرش غير اللي ضايع يعني. طبعا يبقى عندك لازم ثبات انفعالي بشكل كبير جدا. خلي بالك لما تكون كمان بتلعب في نادي جماهيري المسؤوليه عليك بتبقى صعبه يعني. طب انا عارف لو دماغك ابتدت تروح انا هضيعها، هيحصل كذا، هضيعها. فانت لازم تخش، حتى احنا في الكوره بنقول لازم يكون حد مش في دماغه يعني. احنا كنا مثلا حد بارد يعني، حد بيلعب الكوره اللي هو بيخش اعصابه هاديه وما عندوش اي مشكله يعني. احنا كنا مثلا بركات ما كنا بيلعب معانا، كنا نقول له ليه ما تشوطش؟ بركات ما بيحبش يشوط خالص، ما بيحبش يشوط ضربات جزاء، ما بيحبش يشوط ضربات جزاء خالص. لا هو اكتر واحد بيفك الفرقه كلها يعني، تقف جنبه يقول لك انت يا عم مكشر ليه، انت هتضرب يعني، انت بتسخني في اللقاء، بيحاول يطلعك من المود يعني. اللي هو التركيز ده هو ما كانش يجي ناحيه وائل جمعه، وائل جمعه لو فك ان الموضوع يبقى فيه مشكله، فهو يهزر مع الناس كلها ويبعد عن وائل، يبعد عن وائل عشان هو اللي بيشيلنا ورا. فهي من ضمن الضربات الجزاء بتبقى صعبه، فيها صعوبات بشكل كبير يعني.